أهلا بكم مع أخبار الرياضة. تفاجأت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم بإصابة الحارس عامر شفيع، حيث عانى من انتفاخ في ركبته اليسرى أثناء تواجده في الفندق، بالرغم من المشاركة في التدريب الأخير الذي ظهر فيه بشكل جيد. وأكد الجهاز الطبي أن سبب هذا الانتفاخ الذي لن يمكنه من المشي بصورة طبيعية يعود لحقنه بإبرة كورتيزون وإعطائه المضادات الحيوية، مما أدى إلى انتفاخ الركبة لديه، وما استدعى نقله للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب بالمشاركة في هذه المباراة أو لا. يذكر أن الحارس عامر شفيع غاب عن لقاء الذهاب أمام الأوروغواي في الملحق العالمي بسبب إيقافه لحصوله على إنذارات في مباريات سابقة. وننتقل الآن إلى الزميل نايف المعاني، موفد اتحاد الإعلام الرياضي المرافق للمنتخب الأوروغواي مباشرة عبر الهاتف للحديث عن إصابة عامر شفيع وآخر تحضيرات المنتخب لمواجهة الليلة. مساء الخير أستاذ نايف. مساء الخير زميل طارق، لك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة رؤيا الفضائية. نعم، سأبدأ من حيث انتهي. نعم. ما زال الجهاز الفني والجهاز الطبي هنا في فندق الشيراتون في قلب العاصمة مونتيفيديو بانتظار التقرير النهائي للاعب عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الوطني الذي تم نقله إلى إحدى المستشفيات المجاورة للفندق قبل قليل. الآن الساعة تشير إلى 3:15 بعد الظهر. لغاية الآن لم يتأكد مشاركة الكابتن عامر شفيع من عدم مشاركته في مباراة الليلة. على الأرجح أنه لن يشارك حسب معلومات يعني أولية حصل عليها وفد اتحاد الإعلام الرياضي. هناك اقتراحان لدى الجهاز الفني منصب حول مشاركة لؤي العمايري عوضا عنه أو محمد شطناوي. لغاية الآن لم يتخذ القرار. من هنا إلى بعد ساعتين تقريبا ستتضح الرؤية بشكل تام. نحن في انتظار يعني النتائج الطبية التي ستصدر بعد حوالي ساعة من الآن حول مشاركة عامر شفيع عن عدم مشاركته للمنتخب في مباراته الهامة والأخيرة في كل التصفيات. اليوم هذه المباراة الأخيرة والمتأهل هو المتأهل رقم 32 سيفوز، وهنا الترشيحات الفنية تصب في صالح المنتخب الأوروغواي. الجديد أخي الحبيب طارق، يعني الوفود التي بدأت تصل إلى فندق الشيراتون من الجاليات المختلفة. نعم. وجلهم من الجالية الفلسطينية المقيمة في البرازيل حضروا إلى هنا وهم يحملون صور جلالة الملك والأعلام الأردنية لحضور المباراة. هنا يعني دعم معنوي حقيقي. أيضا القنصل الأردني في الأرجنتين بيونس آيرس اليوم حضر أيضا مع عائلته ومجموعة من الأردنيين المقيمين في الأرجنتين. المباراة ستقام في طارق كما ذكرت لك في رسالة سابقة. نعم. ستقام على ملعب حصلت عليه يعني حصلت الأوروغواي على أول بطولة كأس العالم بكل تأكيد على هذا الملعب الذي يتسع ل 75,000. نعم نعم أستاذ نايف، بيعت بالكامل بقيمة 3 ملايين دولار. تفضل. نعم، إذا سمحت، يعني هل صارت الصورة واضحة بالنسبة للتشكيلة الرئيسية التي سيخوض فيها اللقاء حسام حسن؟ هل هناك أسماء معينة ستشارك اليوم في هذا اللقاء بشكل سريع إذا سمحت؟ نعم أخي طارق، الحقيقة لغاية هذه اللحظة الكابتن حسام حسن يلتقي مع الجهاز الفني لمعرفة الرؤية، لكن علمنا أن سيكون من ضمن خط الدفاع محمد الدميري. يعني واضح أنه سينتهج النهج الدفاعي من بداية المباراة. هنا نتمنى أن لا يمنى مرمانا بهدف مبكر حتى لا نحبط من عزائم اللاعبين. أنا أعتقد إذا مشت النصف الساعة الأولى دون أن يحرزوا أي هدف في مرمى المنتخب الوطني، أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة على منتخب الأوروغواي كما حصل في عمان. أمس حضرنا المؤتمر الصحفي لمدرب الأوروغواي مارتيز، قال أنه منتخب فيه نجوم كبيرة. هناك 7 أخطاء فقط ارتكبها المنتخب الأردني من خلال 7 أخطاء استحقاها أن صحيح صحيح يعني. نعم. قلل من قيمة الدفاع الأردني، لكنه أشان في خط الوسط وفي الهجوم قائلا أنهم تنقصهم الخبرة فقط لا غير.
بكل تأكيد الزميل الأستاذ نايف المعاني الموفد الإعلامي للمنتخب الوطني المتواجد حاليا في الأوروغواي، شكرا جزيلا لك. على الصعيد الآخر، أنهى المنتخب الوطني التدريب الأخير مساء أمس قبل مواجهة الأوروغواي التي تقام بعد ساعات من الآن، وذلك في إياب الملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل في الصيف المقبل. اشتملت التدريبات التي أقيمت على استاد سنتينارو الملعب الذي ستقام عليه المواجهة على الجانب التكتيكي والاستقرار على الأسماء التي سيدخل بها النشام اللقاء. وبحسب المعلومات القادمة من معسكر فأن التحضيرات تسير بشكل مثالي، وظهر اللاعبون فيها تركيزا واضحا، فيما ركزت التعليمات على ضرورة أن يقدم المنتخب مباراة تليق بسمعة كرة القدم الحقيقية. على الجانب الآخر، تدرب منتخب الأوروغواي على نفس الملعب وأنهى التدريبات استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني، وشهد التدريبات تواجد كافة نجوم منتخب الأوروغواي الذي بدا على تدريباته الجدية وعدم التهاون مع النشامة بالرغم من الفوز المريح ذهابا بخماسية نظيفة. وحذر مسؤول اتحاد الأوروغواي اللاعبين من الحصول على أي بطاقة حمراء في المباراة، وذلك حرصا منهم على تواجد جميع اللاعبين في المباراة الأولى لهم في المونديال، حيث أن حصول أي لاعب على كرت أحمر في مباراة الليلة يعني الغياب عن أول مباراة في البرازيل الصيف المقبل. من جانب آخر، أيضا أرسل رئيس نادي ليفربول طائرته الخاصة كي تقل النجم سواريز بعد المباراة مباشرة إلى مقر الفريق الإنجليزي حتى لا يتأخر عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل. نبقى محليا، أصدر الاتحاد الأردني لكرة السلة جدول مباريات دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي، وتفتتح المنافسات يوم 13 من الشهر المقبل، ويحل فيها فريق مدارس الاتحاد ضيفا على نشام الأردن في مدينة العقبة، فيما يلتقي الكلية مع الأرثوذكسي في عمان. ويشارك في بطولة هذا الموسم أندية تطبيقية والاتحاد والرياضي والأرثوذكسي والكلية والجليل، بالإضافة إلى الوافد الجديد نشام الأردن. وتلتقي الفرق ذهابا وإيابا فيما يهبط آخر الترتيب من اللائحة، وتتأهل فرق المربع الذهبي للمرحلة الثانية التي ستقام أيضا بنظام الدوري، ويتأهل الأول والثاني للمشهد النهائي. ومع الفرحة العربية الوحيدة في منتخب الجزائر الذي تأهل لكأس العالم، بقيت الجماهير الجزائرية في شوارع البلاد حتى ساعات الصباح احتفالا بتأهل منتخب الجزائر إلى مونديال البرازيل. وتمكنت الجزائر من التأهل المرة الثانية على التوالي بعد تغلبها على بوركينا فاسو بهدف مجيد بوقرة الذي كان كافيا لوصول الخضر للريو دي جانيرو بعد خسارتهم ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين، ليلتحق محاربو الصحراء ركب المتأهلين للبرازيل بالتفوق بمجموع المواجهتين.